صباح الخير لكل النردات والمتنمرين اللي بيحضروني. ليش نردات ومتنمرين؟ لانه كلكم قلتوا لي كمل لعبه المدرسه لانها عجبتكم، واللي بتعجبه لعبه عن المدرسه بيكون واحد من اثنين، يا اما متنمر يا اما نرد. صحيح، شو رايكم بالخلفيه الجديده؟ وهي بلاد بون هان، بعرفش اذا مبينه ولا لا. المره الماضيه تنمرت على شويه نردات وخلصت 6 ايام في المدرسه، طبعا كانوا 6 ايام مليانين اثاره، واليوم بدنا نبدا في اليوم السابع ونشوف ايش المهمه الاولى. يلا، بس قبل ما نبدأ في اليوم السابع اكتشفت اني بقدر اغير لبسة الطالب تبعي. عجبتني اللبسة هذه واشتريتها، مش منظر طالب ابدا، منظر بروفيسور. ويلا نبدأ مشاكسة في اليوم السابع. المهمة الاولى اني اخلي الشرطة تيجي على المدرسة واوقع الشرطة في الحفرة اللي ورا المدرسة. يلا، طبعا بالبداية لازم نعمل انفجار عشان الشرطة تيجي. احسن حل اني استناه جنب الحفرة، نرميها على الطالب المسكين هذا. ويو، ولا صار له شيء. اجى الشرطة. ايوه، السلاح هذا ممكن يكون فعال. اجا زي الاهبل بركض قاعد. طيب اذا ما وقعش لحاله انا بوقع. طيب وقع لحاله غبي. اوكي، كانت مهمه سهله. زح عن الطريق انت وياه. نهايه. انت معنا في المدرسه اول مره اشوفك. اوه، في ناس حاطين ذهبي في الخزانه. ويلا على المهمه اللي بعدها. اصدقاء السوء اشتقت لكم، بدهم اياني اشرب المشروب العجيب وافجر 5 طلاب. المشروب اللي بيخليني اسير هلك. اصبروا علي ايها النردات جايكم. غرفة الكيمستري. وهي المشروب السحري. لا بس الاوعية الحين حيخربوا. بدنا نكسر 5 طلاب. حظكم سيء انكم طلعتوا اول من فوجي. بنحسب اذا ضربتهم هم نفسهم. هاي ماتت، ما ماتت. هلا مرت صح؟ اوه، باي باي. مرحبا ايتها الكيوت، باي ايتها الكيوت. ايها النرد الغبي، باي. كنت باي بدون اي سبب. المهمة اللي بعدها، بدهم ياني اربط استاذ بالصاروخ اللي برا. احب ما على قلبي. هاي مدرسة صح؟ تعالي تعالي بسرعة. هاي مدرسة الرياضيات اللي محدش بيحبها. حتكوني أول مدرسة رياضيات تعطي حصص على المريخ، نيالك. وين راحت؟ أوه، انفجر. والله كانت مهمة حلوة يا شباب. إيش اللي بعده؟ لازم آخذ المدير معي في المظلة وأرميه فوق بناية. تعال تعال تعال، هم قالوا لي حطه فوق البرج بس يمكن اصلا خزان المي. نجرب. اي والله زبطت. وين رايح هذا؟ لا وقع. ايه لسه عايش هذا. ايوه الاصلع الغبي. لازم نضرب 5 نردات في القوس. بحب الاشياء هذه. واحد، ايه شو الحول هذا؟ واحد، ايه واحد، وبعدين اي واحد، اي واحد. طيب هاي نرد، النرد لابس ذهب. نفس النرد بنحسب كمان. يلا قوم. خلصنا اليوم السابع الحمد لله. على اللي بعده لازم احرر الدجاج كمان مره. دجاجات العزيزات يلا نعمل فوضى. اللي بعده لازم اخذ درس المدرسه على البحيره كمان مره. ليش المهمات صارت تنعاد؟ بدي شيء جديد. هاي مدرسه الرياضيات. ايش بيصير اذا حملتها وطرت فيها فوق؟ والله طير مدرسه الرياضيات. وين في كيف تتحرك خليني اعرف اطير. اظن هيك على شيء. ايه ما هذا؟ لا لا لحقت علي. ليش؟ مرحبا استاذه، روحي فوق. بوم. اوف لسه عايشه. تعال تعال عندي اياك تيجي اصلا.
شكرا. الله يرحمه طلعت برا اللعبة حاليا. خطفت المزة. تعالي 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 بدي اخذك رحلة، شو رأيك نروح رحلة مدرسية انا وانت مع بعض؟ هذا مصير كل مزة ما تردش علي يا غبي. انا السواق هيك تعمل فيه؟ اوف مدرسة الرياضيات رجعت. طب انا حاول ولك قوم قوم حبيبي، هذا بحرك رجلين من غير ما يقوم. ايش تعمل؟ ايش تطلع قاعد؟ عجبك كثير منظر السماء؟ قوم حبيبي. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. ايش عمل هذا بذيع؟ ايه والله قام. مش عارف ايش كان قاعد بيعمل تحت المي الغبي. نيكست. لازم ارمي نار جوا المسبح. بحب المهمات المسالمة هيك. تعال. استاذ الجيم استشهد نحن يضربني صح؟ ولا عباله. شكله عشان استاذ الجيم رياضي بيحبش النردات. تعرف تسبح ولا لا يا نرد؟ ولا انزل. اسمع بدك تنزل على المي يعني بدك تنزل على المي فاهم؟ اوه سريع هذا. تعال على المي. كيف تعمل؟ خلاص على المي. انا شو خصني انا متت؟ انت مدرسة ايش انت؟ هي ظلت قاعدة. كيف مسكتني وهي قاعدة؟ يا قوم ولا خليك رجال. قوم روح شوف صاحبك رياضي على الفاضي هذا. انكسرت رجله يا حرام. هذا الدرب شكله بتنمر على النيرد. بعرف المتنمرين كويس. اوه عشان يحرم يتنمر مرة ثانية. طب انا شو دخلني؟ اوه رب ايها المتنمر الوقح. المهم اني علمت المنمد دكتورتي. هل تقبلين بي زوجا؟ بدهاش تقبل بي زوجا. طب نشوف حد ثاني. انت ايش وضعك؟ اشوف اصوري. لا تنفعش زوجة هذه، نشوف غيرها. انتي ايش انتي؟ استني. نبات بس في احسن. طيب هم في تنتين، اختار واحدة منهم. ايوه هذه. ولا هذه. ولا هذه. هل تقبلين بي زوجة؟ تعالي ولد. هل تقبلين بي زوجة؟ تقبلين بي زوجة ولا لا؟ تعالي تعالي. هل تقبلين بي تعال هل تقبلين بي زوجا؟ ليش تقبل بي زوجا هذه؟ أحسن لك تقبلي بي زوجا سامعة؟ أنا رياضي وشاطر. اقبلي بي زوجا. طيب حكتب لك رقم تليفوني. هاي مع تحياتي سوبر. أيوه هذا رقم تليفوني. لما تبطلي من السحر اتصلي علي. بدهم ياني أولع الامتحان اللي في بيت مدرسة الرياضيات. وين كان بيته؟ هاي بيته. مش عندي فكرة أحسن. ممنوع الشرطة. بس هي بدها رسالة على الحيط مدرسة الرياضيات. واحد زائد واحد يساوي اختك. ايه خلصنا اليوم الثامن. هذول بدأوا يعيدوا نفس المهمات. فيش عندهم ابداع اصدقائي المجرمين. اجل وقت هلا انه نخلص منهم ونجيب اصدقاء غيرهم. اوه والله ولا صار لهم اشي. اوه انا شو دخلني؟ اجت الشرطة. خليني اركب سيارته. كيف مسكني هذا؟ اوف ايش اللي صار؟ وهذا موتني وداني على المستشفى الحيوان. طيب هذا الرجال اللي قاعد هنا ايش وضعه؟ ولا مره حكيت معه. مرحبا شكرا مرحبا معاكم مرحبا انا موظف الاستقبال. ايش بتحبوا اساعدكم؟ ست رسالة للمدير فوق السطح تبع المدرسة. الزعيم سوبر علي.
عملت تحفة. يا سلام يا حرام. صعب كثير الجرافيتي على اللعبة بس والله حلوة عن جد إنه ممتع. نجرب نعمل رسمة حلوة على بيت حد من الناس. نجرب هان. والله لطيفة. لسه في عندي أشياء أحلى بكثير بقدر أعملها. نجرب على بيت هذا. مش ظابطة كثير بسبب اللعبة برضه. والله لو كانت على ورق وقلم بتطلع أحلى مليون مرة. إيش هذا؟ في سور طاير في الجو. أيوه السور الشرير. بدي أخرب كل البيوت في المنطقة وأكتب عليهم أسماءي. يا مش ظابطة. يعني خربت له بيت على الفاضي هذاك. مش عارف ايش هذه بس يلا. والله حلو البيوت صارت هي. هذا البيت عليه رسمة وهذا البيت عليه رسمة وهذا البيت عليه رسمة. زينت المدينة. والله عندي فكرة خلينا زين المدينة وارجع. ياي مش دايما بكونوا هيك كاتبين على السيارات. اغسلني. انطلقوا تعملوا شوية فوضى على المشخبط في المدينة. شخبطت على الشارع كله. بدي اشخبط لهم على الملعب غير التخطيط تبعهم. مش هذيك مرة كانوا بتشاطروا علي وضربوني. خططت لهم يا تخطيط حلو حتى طلعت لهم الخطوط برا الملعب على كراسي عشان يتعلموا يستهبلوا معي. وهي هدية مني كمان. اوف ايش اللي صار؟ هاي هدية إلي كمان. خليني اروح على الدكان اشتري كمان صواريخ. وين السوبر ماركت صاحبي اللي بيبيع لي اشياء من النوع؟ في واحد انتحر. في استاذ غبي انتحر. السلام عليكم صديق الشارع. شكرا لك. خذ نجوني يا تعال. هاي نيان. هاي نيان. تعال ويو ويو. خليك تعمل رياضة يا رياضي. تعال تعال ويو. ايه ضربني. جابي جاي لعب مع الشخص الغلط. مفكر حاله عشان الرياضة حيفوز علي. حبيبي اهم شيء قوة القلب. هاي البنت قبل شوية اعطتها رقمي واتصلت علي. هذا مكانك المناسب خليكي. جبت لك واحدة تسليكي تعالي. هاي كمان واحدة. انت انزل اسرح شوي. ايوه هذا الدب اللي عمل لي مشاكل المرة الماضية. اوف اقدرش احمله لانه دب. لا تضرب مين يا دب. خلاص بما انه الدب مات ناخذ صاحب الدب ننتقم منه. نربطه في سيارة الشرطي رهينة. الطباخ المشاكس بدي انتقم منه كمان. تعال انت اكلك مش زاكي اصلا. ايش بدي اعمل فيه الطباخ هذا يا ترى؟ عند القرش احسن حل. الطباخ حيصير الاكلة هلا. يوم لك يوم عليك. بدي اشوفه هو بتاكل. اجيب له السمكه. تعال تعال يا قرش بدي اياك في موضوع. في هناك وين رحت الطباخ؟ ايه؟ طيب بدي اياك تتفاهم مع الطباخ هذا شوي. تفاهم مع الطباخ يا غبي. شو السمكه الغبيه هاي؟ نباتيه ولا ايش يعني؟ مش فاهم. ايه؟ هذا مسكني من تحت المي. وهيك بكون خلصت كل المهمات بس ما خلصت كل افكاري. لسه في كتير اشياء بدي اجربها وفي كتير اذى بقدر عليه. عشان هيك استنوا الفيديو الجاي يوم الاحد وحتشوفوا الشر المطلق. واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.